الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات نبينا وحبيبنا محمد الوسيلة الفضيلة ودرجة العلة الرفيعة من الجنة وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته.
أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استو. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك.
أحبابنا، أقف الآن بأرض وقف الرحماء. هذه الأرض تنتظر مساهمتكم، تنتظر تبرعكم. لماذا؟ لأنها وقف في سبيل الله، يعود ريعه على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. ومن الذي بدأ بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم إلى الآن؟ عثمان بن عفان. لا زال وقفه مستمر إلى الآن في ميزان الحسنات. ألا تريد أن تفتح لك صحف الحسنات ويبقى أجرك مستمرا في حياتك وبعد موتك؟ تريد تبر والديك برا عظيما؟ أوقف لوالديك، أوقف لأسرتك، ولهذا سوف تجد أثر هذا الوقف: زيادة في الأجر، زيادة في الرزق، سعة في الصدر، رحمة من أرحم الراحمين. يوم تفريج الكربات، يوم العرض الأكبر، يفرج الله كربتك، لأنك فرجت عن مريض ويتيم ومكروب وأرملة ومسكين ومحتاج، الله يفرج عنك. وأسأل الله أن كل من ساهم وتبرع في هذه الأرض التي تنتظر كما ترون دعمكم وسخاءكم وبذلكم أن يكون في ميزان حسناتكم ويتقبل منه ومنكم. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقال: تصدق ولا بشك تمر. وقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندكم جمعية التعروة الخيرية وقف الرحمة تدعوكم إلى التبرع بما تجود في أنفسكم، فوالله لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبغى النجاح وتبغى التوفيق وتبغى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فعليك بالتبرع بما تجود في نفسك. ندعوك إلى خير أمامكم، فلا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء، هذه الجمعية متخصصة في الأيتام، على جزء من غالي من أبنائنا وأبناء وطننا، هم في حاجة ماسة إلى فزعتكم. وإذا ما فزعنا لهم وقمنا معهم، ينتظرون مين؟ تكفون يا أخواننا ويا أحبابنا ويا بناتنا ويا أولادنا ويا كل من يحب عمل الخير. هذا عمل خير إن شاء الله تلقونه سعادته في الدنيا، ويبقى لكم إن شاء الله إلى أن تقوم القيامة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي والمسألة يا طوال العمر بقدر ما تستطيع، ولكن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. طيب ذا الحين لبخة كم تبعد هنا؟ لبخة من هنا حول 107 110. لا أكثر. وسرحتوا 6 الصباح؟ إيه. قريب. والله ما شاء الله عليك. ما في زحمة. 105. ليه؟ ما هو لازم يجوا مع. أيوة. لازم يجوا مع القدية ومع. نفسها غصب. في غيرك ما في زحمة اليوم. لا اليوم ما في زحمة. اليوم عشان ما في دوام. إيه إيه. وبكرة ما في مدارس ترى. وبكرة. لا بكرة الموظفين. بكرة الموظفين أزود شوي. يعني أقل من مدارس. الحمد لله. قول يا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. ويدم حنا فيه من نعمة. الحمد لله. يفطر في الأبخاء ويحضر مع البرنامج. الحمد لله. الحمد لله. يسر الأمور. أي والله. يعني. الأولين يمكن زي المشوار ضايق يأخذونه على الذلول يوم. يوم ولا نص يوم. لا يوم. يوم. يومين ولا ثلاثة. لا لا. أي والله. لا. أربعة. يوم يوم. لا يوم. لا أبو عبد الرحمن. على الذلول. تقطع 80 90 100. أيوة تقطع 90 كيلو 100. تقطع. يأخذون يوم. يسرح الصباح يمس. استمشي الذروة الحمد لله الحمد مشي ها زرفاله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله والأرض مستوية ما هي قاعدة ولا هي جبال ولا هي قولوا يا الله وقولوا يا الله سبحان الله يجعلنا وأنتم مفاتيح الخير مغاليق الإشياء آمين حنا عنونا في ذا الوقت وأنا أدري إن صورة هذا الولد أنها معبرة لكنه يتمثل في صورة الأيتام اللي عيناتهم مثل يتحرون من يرحمهم الضعوف الله إن الله يرحمهم آمين. ويرزقهم ويرزق من يتبرع لهم. احنا الان في وقف الرحمه يا اخواني اللي هو رحمه بالفقير وباليتيم، ويقول صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن. الله ان يشملنا وانتم برحمته. السهم ب 250 ريال للفرد، والوالدين ب 554، والاسره ب 700 و750، وعند الله اضعاف مضاعفه. قدموا لانفسكم يا اخواني، ادخلوا على مباشر وادخلوا على تحويل جمعيه خيريه، اختاروا جمعيات البر وجمعيات الاجتماعيه، ثم اختاروا جمعية عروة، ثم اختاروا الوقف الخيري، ثم تبرعوا بما يعينكم الله عليه. ترى نقول 250 قصدنا أقل شيء
لكن انتم تقدرون تحطون 500 تحطون 1000 تحطون، وكل ما زدتوا الله زاد، وكل ما زدتوا الله زاد، والله يضاعف لمن يشاء اضعافا مضاعفه. ولا تخافون من القل ولا من الجوع ولا من الفقر، لان في الحديث السلام يقول ما نقص مال من صدقه بل يزيد بل يزيد، او كما قال صلى الله عليه وسلم ابشروا بالخير. لو ما نطلع من برنامجنا يا الربع انا وانتم من هذا البرنامج الا بهذا الوقف انه يتم، ترى هذه مكسب صحيح. والله لو ما نقدم اي محتوى، او حتى معنا الحمد لله احنا ان شاء الله ان نقدر نقدم محتوى ونجيب ضيوف ونجيب رجال شرواكم، وايضا نقدم في هذا الوقف ولا لا يبغى صحيح بحمة. صحيح. بالنسبه اللي بيساهمون الله يامرهم على انهم يساهمون، بعض الناس صحيح ما عنده مبلغ واجد، حتى يمكن يقول لو قلنا السهم 250 يمكن تصعب عليه بعض الناس، ممكن هو يبي الخير وبعضهم عنده اكثر، هو صحيح هو يبي الاجر يبي الخير. فهذه نصيحه يقولها واكلم لكم واحد والله ما طبقها، لكن سمعت والله اللي طبقوها واستلذوا بها. يقول صفر حسابك، طيب صفر حسابك فيه 50 70 80 ودها ودها، والله بيخلف عليك خير منها يا رب، واللي عاد الله من عليهم وقت عليهم فالله يرزقهم من فضله. وسبحان الله يعني الناس تدعو له والله سبحانه وتعالى مبارك له، والملك اللي يقول اللهم أعط كل منفق خلفه. هذه دعوات من ملك وبأمر الله سبحانه وتعالى، هالدعوة لكل واحد ينفق من ماله. فسبحان الله والمال غالي، ما حد شريك الروح على قولة العرب، صدق. لكن لما انك تعرف انه بيروح في شيء في مثل هالوجور فارخصه، لا. والله يخلف عليك ويرزق. والله احنا نرخص في امور في دنيانا، والله نرخص في دنيانا. واحد من ربعنا توفى الله يرحمه ورحمات المسلمين يزكن على عياله، وانا جالس عنده اسمعهم يقول لعياله، كان يهرجوا لهم على موضوع ان كان في شويه شده بخل او كذا في موقف، قال لي عيالي الريال حطوا دونه ما ادري كم من عقده وحفظوه لان يجي وقته ثم ارخصوه. سلام. نعم اشهد. لا جاء وقته فرخصه، اما ما دام انك تمسك بمسك الريال ما تنتج بس انا، لكن والله ان هذه من اوقاته، والله ينفق في سبيل الله وينفق على الايتام والارامل، ان هذا وقته الحقيقي، من وقته الحقيقي. الله يجعلنا وياكم ومن يسمع موفقين للخير، ويجعلنا وانتم اللي يسمعوا القول يتبعون افضله واحسنه، ويهدينا وانتم لطاعته، فان لهداك الله سبحانه وتعالى سخرك في فعل الخير، وسخرك في البذل، وسخرك في العطاء، وسخرك واللي تنفقه تراه لك انت، ما هو باليتيم ولا الفقير ولا الارمله ولا الضعيف ذا، والله انا لك انت قبلهم، لان انت احوج بهذا الاجر وبهذا الحسنات، احوج بها في الدنيا. ان الله يبارك لك في مالك، وان الله يزيد رزقك، وان الله يصلح اولادك، وان الله يعافيك من مرضك، ويعافيك من ابتلائك، ويقيك بها من نار جهنم اذا قبلت منك. وايضا احوج بها يوم القيامه، يوم تثقل الموازين وتخف موازين يثقل بها الله ميزانك. الله يجعلنا وانتم من يتثقل موازينهم. اللهم اتمنى ان في هذه الحلقه ان قدمنا لكم ما اول شيء ينال على رضا الله تعالى، فان الارض ربي عنا فهو راس الماء، ثم ما ينال على استحسانكم انتم جمهورنا ومتابعينا ومتابعاتنا. وان شاء الله وباذن الله تعالى اننا حريصين بكل حلقه انا وزملائي الاجلاء ان نقدم كل ما نستطيع من تميز ومن ابداع، ونحاول نحضر ونحاول نلتقي الضيوف ونحاول ننوع من الضيوف مره من كل، نجيب لكم من كل مشرب لاجل ما تملون ولاجل تنبسطون مع هذا البرنامج. الله يوفقنا واياكم لطاعته ورضاه، ويجملنا وانتم ويجعلنا القبول. الله يجعلنا القبول في ارض السماء، فان لا قبلك ربي قبلك البشر. الحمد لله. الموعدنا معكم ان شاء الله يتجدد غدا وفي نفس الموعد، وضيوف اخرين وضيوف مميزين. نترككم في رعايه الله وحفظه، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله شاشة بدا.